احنا القوة ديالنا كيف ما تفضلتي في الأول هو الجمهور ديالنا هو الملعب ديالنا، لأن إلا قارنا أن المستوى التقني اللي تيشهد به سي عزيز أن عندنا لاعبين جيدين، فاحنا ما غاديش نوصلوا للاعبين ديال الجيش الملكي لأنهم أعلى منا بكثير على المستوى التقني، ولكن عندنا لاعبين اللي تيعوضوا بالقتالية، اللاعب الرجولي، تطبيق التعليمات، هذا هو اللي تيخليهم باش يبانوا في رقعة الملعب بشكل جيد.